قولك ان علي ولد في الكعبه هذا باطل، ولم يذكره احد من اصحاب التاريخ، وقد بحثت هذا الموضوع يعني لمده اكثر من 20 سنه وانا ابحث في السيره ولم اجد هذا ابدا. ليتك تعطينا مصدرك بس. علي ولد في الكعبه هذا باطل، ولم يذكره احد من اصحاب التاريخ، وقد بحثت هذا الموضوع يعني لمده اكثر من 20 سنه وانا ابحث في السيره ولم اجد هذا ابدا. ليتك تعطينا مصدرك بس. هذا اخواننا الاعزاء المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري للحافظ ابي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري المعروف بالحاكم، الجزء الرابع طبع دار الفكر، طبع سنة 1430 دار الفكر بيروت. وهو يقول انه يبحث منذ كم سنة؟ 20 سنة. فانا اريحه عن ذلك التعب. صفحة 199 في باب ذكر مناقب حكيم بن حزام القرشي، قال الحاكم: فقد تواترت الأخبار أن فاطمة بنت أسد رضي الله عنها وسلام الله عليها ولدت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، وكرم الله وجهه الكريم في جوف الكعبة. ها؟ يا أيها الحرامية العريفي، إن الله أعمى قلبك وأعمى عينيك، وإن الله جعلك من المنافقين، إنه لأحد النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم إليه أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. يا مبغض أمير المؤمنين عليه السلام، أيها المنافق الكافر، يا عريفي تبحث في الكتب، فهذا كتب أحد كبار علمائكم وهو الحاكم النيسابوري، وهو ماذا يقول؟ تواترت الأخبار. إن الأخبار متواترة، يعني صادرة بكثرة جدا، أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قد ولدته أمه فاطمة بنت أسد سلام الله عليها في جوف الكعبة.